اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم كريبتو انفست سيفلي. اليوم عندنا شرح جديد لهذا الموقع اسمه AmongShopify.com. هذه الواجهة الرئيسية الخاصة به. اذا هذه طريقة التسجيل، طبعا هذا الفيديو ترويجي فقط ولا نعرف متى سيدوم الموقع. اذا هنا ستدخلون اليوزر نيم الخاص بكم، وهنا على الايميل، وهنا على الباسورد، وهنا عدد كتاب الباسورد، هنا كود الدعوة تتركونه كما هو وتضغطون على ريجستر. إذا هذه الواجهة الرئيسية الخاصة بالحساب، هنا جلوبال مول. يمكنكم رؤية جميع هذه الأشياء. هنا الفي أي بي، الفي أي بي الأول 15 دولار، 3 تاسك يوميا مع ربح يومي 0.5، والمجموع تقريبا 0.45، مع مونثلي انكم من هنا 13.5 دولار يعني للشهر تقريبا، هنا بالسنة. هنا الفي اي بي الثاني 45.3، ايضا يعطيك 1.27 دولار يوميا. في اي بي الثالث 5.2، هنا كل سعر لديه مبلغ راجفه. هنا البالانس باليو اس تي اذا اردتم الايداع، سنشرحها بعد قليل. هنا نحن الان في الفي اي بي 0، لا يمكننا اكمال اي مهمة ولا اي شيء، ولا هم يحزنون. هنا تظهر جميع هذه الأشياء، هنا يمكننا اختيار الأشياء. هنا الأجنسي ريفني، يمكنكم رؤية الأرنينج الخاصة ببعض الأشخاص، وهنا البارتنرز كما يقولون شوبيفاي إلى غير ذلك. طبعا هذه مجرد صور، لا تعتبروا أبدا. إذا يمكننا عند التسجيل أعطيك 10 دولار، يمكننا الضغط على ستار ميكينج ماني من هنا. هنا يمكننا إضافة رصيد، يمكننا إضافة رصيد هكذا. نضغط هنا على ريشارش، سيعطونا هذه المحفظة. سنقوم مثلا هنا بالضغط على كوبي، سنذهب إلى المحفظة الخاصة بنا، هنا سنقوم باستثمارها. سنضغط على سند وندخل المحفظة هكذا، هذه المحفظة، ونضغط على next. سنقوم باستثمار 5 دولار، ونضغط على send، ونضغط هنا على sign. إذا تم إرسالها بنجاح. يمكننا الضغط هنا لرؤية few details. كما ترون هنا transaction time إلى غير ذلك، وهذه المحفظة. نضغط الآن على recharge، أننا قمنا بالريشارج بنجاح. وسننتظر حتى يصلنا الدفع. إذا كما قلنا لكم، هذه هنا تظهر لكم جميع العمليات الخاصة بكم. وهنا بعد أن نشتري الفي اي بي، هنا يمكنكم التواصل معهم على الواتساب هكذا، يمكنكم التواصل معهم أو عن طريق التليجرام، أيضا يمكنكم التواصل معهم من هنا. وهنا أظهر لكم جميع المعلومات، الحساب الخاص بكم، هنا البالانس الافيلبل بالانس. يمكنكم الضغط هنا على withdraw للسحب، تدخلون المحفظة الخاصة بكم من هنا، وهنا التيم ريبورت، وهنا الريشارج ريكورد. بعد أن نقوم بالإيداع سيظهر هنا withdraw، هنا الأكاونت ديتيل تظهر لكم جميع المعلومات، هنا المسج. يمكنكم هنا رؤية جميع هذه المسج من هنا، الترحيب بالموقع، وهنا الواتساب، وهنا تيليجرام جروب يمكنكم رؤيته من هنا، هنا تيليجرام شانل، وهنا ريجستريشن لينك أيضا، هنا البارتيسيبيت في الفي اي بي 3 يحصلون على مكافأة، والفي اي بي 4 كما ترون، هنا النوت أيضا. هنا شير يور ريفرال لينك وتحصل على مكافأة 100 دولار 10%، هنا 1000 دولار 50 دولار لحال جروب بي، هنا جروب سي. هنا لديكم الجروب الخاص بهم على التليجرام، يمكنكم رؤية الأدمين إلى غير ذلك. هنا أيضا القناة الخاصة بهم كما ترون.
زين جيد، هذا هو المسج الذي عندهم. إذا كما ترون أصبح لدينا الآن بالانس 15 دولار. يمكننا الذهاب هنا واختيار الفي اي بي الأول، نضغط هنا على أجوين. كما ترون هنا السعر 15 دولار، نضغط على أجوين، نضغط على أوكي. أبجريدد، أصبح لدينا هنا 3 أوردر لكي نقوم بهم. سنضغط هنا على ستارت. كما ترون عندنا الأول 0.15، نضغط على سبمايت أوردر. كومبليتد 1، سنكمل 3. نضغط هنا كومبليتد. سبمايت أوردر. يعني اكتمل هكذا، ونرجع هنا أيضا ونكمل الثالث. كل يوم يمكننا الدخول للحساب الخاص بنا وإكمال 3 أوردرات وسحب 0.45 سنت. إذا قمنا بعملها هنا الربح الخاص بنا. إذا يمكننا هنا الضغط على withdrawal، يمكننا إدخال الوالت الخاصة بنا. وبعد هنا ندخل الأماونت إلى غير ذلك. إذا أيضا يمكننا عمل invite هكذا. يمكنكم الضغط هنا على invite و invite team، يمكنكم الحصول على أكثر من 10,000. وال invitation تحصلون على التيم الأول 10%، 1000 دولار تحصلون على 100 دولار، و5% تحصلون على 50 دولار من كل 1000 دولار، والتيم الثالث 300%، يعني 3 دولار. يمكنكم الضغط هنا على copy link والترويج له في مواقع التواصل إلى غير ذلك. إذا يمكنكم وضع المحفظة الخاصة بكم من هنا، وبعدها تضغطون على withdrawal. إذا تضغطون هنا على withdrawal وستدخلون هنا المبلغ مثلا 0.45، وتدخلون هنا الباسورد، ثم تضغطون على withdrawal. إذا هذه هي طريقة السحب. إذا كما ترون هذا هو إثبات السحب، وصلنا 0.45، وهذه المحفظة الخاصة بنا. إذا كما ترون وصلنا الدفع بنجاح. إذا كان هذا كل شيء عندنا في هذا الفيديو، أهلا وسهلا بكم.